جريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرس بالجديدة في دورته التاسعة. سروج تقليدية مدينة وتزام عام تخريبكا. حنا كنجيو للمعرض كنشرو هاد السلعة ديالنا وكنوروها للزبناء. كاينين الناس كاينين شي ناس في المدينة اللي باقي ما عارفينش شناهو السرج. السرج كيتكون من الصم وكيخدمونا العيالات، ومن بعد العيالات كاين المرحلة الثانية ديال المؤطرين بحال السي عبد الله بحال عدة الدراري كيخدمو فيه. دابا السرج كنخدمو فيه واحد تقريبا واحد ست الناس ولا سبعة بالنسبة للرجال. بالنسبه كاين الاقبال، كان هذا العام ما كانش الاقبال، ما بالنسبه للسنوات الماضيه كانت كل الاقبال. هذا العام شويه مع شو قال العام ما كاينش ديال الجفاف بالنسبه للبلاد. هذا ما كاينش ديال الجفاف، ولكن ما نطلبوا من الله تعالى تبارك يكون العام زين ونزول قدام. صناعة الأسرجة كتمثل لي حرة أبن عن جد، لكن موتوا على الحرفة ديالنا، موروث ثقافي ما نقدروش نفرطوا فيه. يعني دابا ما كانش في شي مناطق، كان غير في فاس مراكش، دابا الحمد لله ولا في وتزم منتشر عندنا، ولا كيخدموا الناس ولينا خدمين معنا الناس الحمد لله، والجمعيه محركه بالنسبه للناس اللي خدموا دابا. كنشكروا الناس. الدور الرابع، الدور الرابع ايوا كنشكروا الناس اللي خدموا معنا 100%. هادشي اللي كاين هو هذا، وكنشكروا النساء والرجال والناس صانع الجمعيه وهادشي اللي كاين. صناعة تقليدية مدينة فاس، والسرج فيه بزاف ديال المشاعر فهمتي، تقريبا شي شهر ونص هكا ولا شهرين. والسرج في النهار كيفاش قلنا؟ نهار السرج فيه عند الناس بعاد ديال الناس كيخدمو فيه، خياطة واللي كيلاقي واللي كيصوب الجد واللي كيصوب. صنعة زوينة، أي واحد دابا ولات مهنة. أنا في الأول كنت نركب، أنا دابا كنت نركب، ولكن دابا مبقيتش نركب، بديت خدام فيها الحرفة صافي مبقيتش نركب. هادي ولات الموهبة هادي زوينة، أي واحد يمكن يديرها، أي واحد يمكن يديرها، هواية زوينة ماشي يسميها بحال حرفة ولا شي. من 3000 درهم تل 4 8 والحال كذا، دابا الثمن سنحت ما مقعدنيش في الخدمه.